الكرام، تحية مميزة ومن القلب لكل من انضم الآن إلى شاشة روتانا خليجية لمتابعتنا في حلقة جديدة من سيدتي. اليوم فقراتنا متعددة، في أحد فقراتنا سنتحدث عن نفسية المرأة وعلاقة هذه النفسية بالتسوق. أيضا حنتكلم عن فقرة طبية تتحدث أيضا عن الأخطاء الشائعة والأكثر شيوعا في رحلة البحث عن الرشاقة، وأيضا العديد من الفقرات. ولكن قبل البدء أنتقل إلى الرياض كالعادة، أمسي على العزيزة رنيم القبز. رنيم مساء الخير. يا مساء النور يا جيهان، أهلا فيك طبعا مشاهدينا الكرام متابعي سيدتي في كل مكان. مشاهدينا اليوم من الرياض نتحدث عن قضية إنسانية وبإذن الله بنساهم في حلها، وطبعا في الفقرة الثانية بنتعرف على أحدث تصاميم العبايات، التفاصيل خلال الحلقة، لكن أكيد الفقرات متنوعة وكثيرة في سيدتي. لكن نرجع لجيهان ونتعرف على أهم العناوين لحلقة اليوم. شكرا لك رنيم. قبل البدء أود التذكير مشاهدينا الكرام اللي فاتتهم أي حلقة من برنامج سيدتي أنه يقدروا يتابعوا هذه الحلقات الفائتة على صفحات برنامج سيدتي في اليوتيوب الظاهرة أمامكم، وأيضا ما تحرمونا من تفاعلكم على كل صفحات برنامج سيدتي الخاصة على تويتر وفيسبوك وإنستغرام. أما الآن جولة سريعة على عناوين حلقة اليوم. في سيدتي اليوم، مواطن سعودي يكتشف أن زوجته العربية متزوجة من 3 غيره. العوامل النفسية التي تدفع النساء لانتقاء الملابس. الأخطاء الشائعة في البحث عن الرشاقة. شراكة زوجية تشارك في تنفيذ المشاريع. كواليس الحفل 6 من هلا فبراير مع أحلام نبيل شعيل وجابر الكاسر. مشاهدين هذه كانت أبرز عناوين حلقة اليوم، أنتقل إلى رنيم لتطلعنا على أبرز الأخبار. إليك رنيم. شكرا لك يا جيهان. وخبرنا الأول جاء من صحيفة سبق بعنوان باحث يطالب بإدراج مادة تعليمية للحد من الأخطاء الطبية. مشاهدينا في تفاصيل الخبر، طالب الباحث والمدرب في مجال سلامة المرضى في مستشفى الملك فهد العام في جدة سلطان المطيري، طالب بضرورة إدراج مادة لتدريس علم سلامة المرضى في مناهج كليات الطب والكليات الصحية، وذلك بهدف تعزيز ثقافة سلامة المرضى بين الطلاب والطالبات. وكشف الباحث المطيري لسبق أن سلامة المرضى أصبحت اهتمام المتخصصين في مجال الرعاية الصحية في دول العالم، خصوصا في دول العالم الغربي. ومع استمرار تقارير الأخطاء الطبية التي تصدر من فترة إلى أخرى في عدد من دول العالم، تأتي أهمية مجال التعليم والتدريب. إذا مشاهدينا نتعرف أكثر على تفاصيل الخبر، معنا الباحث والمدرب في مجال سلامة المرضى في مستشفى الملك فهد الطبي الدكتور سلطان المطيري. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا، مساء النور، أحييك وأحيي السادة المشاهدين وشكرا لكم على الاستضافة. شكرا لك. بداية طلبت دكتور بمادة تعليمية للحد من الأخطاء الطبية، يعني نتساءل ما الذي تحتوي هذه المادة؟ في البداية لو تسمح لي أتحدث عن سلامة المرضى، هذا المجال الجديد الذي يحتل اليوم في عالم الخدمات الصحية العالمية مكانة مرموقة ومهمة، وذلك كونه مؤشر مهم على جودة الرعاية الصحية والتطوير التراكمي النوعي المستمر للخدمة الصحية المبنية على البراهين الطبية نحو خلق نظام صحي وإداري قادر على التعامل بشكل فعال ومرن تحت أي ظرف كان فيه طارئ. طبعا اقتراحي بإدراج مادة سلامة المرضى، الهدف من هذه المادة هو تعزيز ثقافة سلامة المرضى بين الطلاب والطالبات، والذي سيكون له الدور الكبير في الحد من الأخطاء الطبية دكتور، وتقديم رعاية آمنة للمرضى. نعم دكتور، طالما تطرقت في البداية لموضوع صحة المرضى، يعني ألا يفترض أن يكون الغرض من دراسة الطب أو التمريض أو غيرها من المجالات الصحية هي المحافظة على صحة المرضى وعلاج الأمراض؟ يعني طبعا هو ما الجديد في هذه المادة؟ هذا السؤال. طبعا هو الهدف من دراسة الطب والعلوم الصحية الأخرى هو تقديم رعاية صحية آمنة للمرضى، ولكن مع ذلك نتابع في التقارير التي تنشر في بعض دول العالم لوقوع أخطاء طبية وتختلف من دولة إلى أخرى. لهذا السبب بدأ الاهتمام بمجال سلامة المرضى والذي له الدور الكبير في الحد من الأضرار المرتبطة بالرعاية الصحية، حتى وإن كانت هناك جهود وتدريب وممارسات لتقديم رعاية صحية، تظل الرعاية الصحية مرتبطة
بالأضرار المرتبطة بها. نعم، أدنى تسأل دكتور عن يعني أين تكمن بالضبط أهمية مجال التعليم والتدريب الصحي سواء للقائمين أو للأطباء المتخصصين أو حتى للطلاب؟ أشارت الدراسات بأن هناك علاقة قوية ما بين التدريب والحد من الأخطاء الطبية وتقديم رعاية صحية آمنة. فالمنشآت الصحية التي يغيب عنها التدريب يرتفع فيها معدل الأخطاء الطبية، حيث أشارت آخر الدراسات بأن تدريب العاملين في غرف العمليات على العمل بروح الفريق الواحد قلل بنسبة 45% من الأخطاء المرتبطة بالعمليات الجراحية. فهنالك إذا أردنا تعزيز سلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية ينبغي على الجهات المشرفة على المنشآت الصحية الارتقاء في مستوى أداء العاملين من خلال التدريب والتعليم المستمر. نعم، أيضا نستفيد من وجودك دكتور، يعني ما ذكرته بالنسبة للأشخاص المتابعين أو البعيدين عن مستوى عن مجال الطبي هو المتوقع من أشخاص مسؤولين عن صحة الآخرين أو عن ملائكة الرحمة إذا تكلمنا عن مرضى أو عن ممرضين تحديدا، لكن بالنسبة لكم هل بالفعل أو خلنا نقول ما أكثر المشاكل التي بالفعل بحاجة إلى إيقافها فيما يخص المجال الطبي؟ هناك مهددات عديدة لسلامة المرضى في المنشآت الصحية ومشاكل مرتبطة بالرعاية الصحية. طبعا تختلف هذه المشاكل من منشأة إلى منشأة أخرى بناء على حجم أو الاستراتيجيات التي تقدم للحد من هذه القضايا أو المشاكل. العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية كما شارت الدراسات بأنها من المهددات الكبيرة لسلامة المرضى، وهي العدوى التي يصاب بها المريض بعد ترويمه في المنشأة ب 72 ساعة. هناك أيضا الأخطاء الدوائية وأخطاء العمليات الجراحية، سقوط المرضى في المستشفيات وتقرحات السرير، العديد من القضايا ولكن تختلف من منشأة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى. نعم، لكن نأمل بإذن الله أن تحل جميع هذه المشاكل لترقى طبعا بمستوى المملكة، وهذا المنتظر من حضراتكم دكتور. الباحث والمدرب في مجال سلامة المرضى في مستشفى الملك فهد الدكتور سلطان المطيري، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا إلى خبرنا الثاني الذي جاء أيضا من سبق بعنوان سعودي، تخيلوا مشاهدينا، سعودي يكتشف أن زوجته تقيم بالأردن ومتزوجة من ثلاثة غيره. في التفاصيل، اكتشف مواطن سعودي أن زوجته وهي من جنسية عربية تقيم في الأردن ومتزوجة من ثلاثة أزواج غيره، سوريين وأردني، وعلى ذمتهم جميعا في ذات الوقت دون أن يعلم أحد الأزواج الأربعة بالآخر. القضية منظورة أمام محكمة في الأردن إذا تنازع الأزواج الأربعة على حق الأبوة لمولود، وذلك وفقا لصحيفة سبق. فإذا القضية تم اكتشافها مصادفة، وتحدث ذلك إذ أكد الأزواج الأربعة أنهم لم يكونوا على علم بقيام المرأة بالجمع بينهم وهي لا تزال على ذمتهم جميعا مشاهدينا. إذا نتساءل يعني أحيانا كيف يفكر البعض أو إلى أي حد ممكن الاستهتار يوصل بالأشخاص. عموما خبرنا الثالث جاء من موقع العربية دوت نت بعنوان أم في عرعر تتبرع لطفلها بكليتها. في التفاصيل، تبرعت أم تبلغ من العمر 27 عاما وتسكن في مدينة عرعر لطفلها الذي يبلغ من العمر عامان بكليتها لتنهي بذلك معاناته مع الفشل الكلوي منذ ولادته. وأوضح والد الطفل فارس قاسم رويلي للعربية نت أن ابنه عانى المرض منذ ولادته، حين أخبره الأطباء بعد بضعة أيام من ولادته بأن لديه فشلا كلويا في كلا كليتيه. إذا نتمنى للكلا هما طبعا للأم والطفل الصحة والعافية. وخبرنا الرابع جاء من صحيفة الرياض بعنوان المملكة تصادق على اتفاقية تحديد السن عمل الأطفال. في التفاصيل، صادقت المملكة على الاتفاقية الصادرة من منظمة العمل الدولية التي تعنى بالحد الأدنى للاستخدام، وقعت محضر المصادقة والصادر فيما يخص تحديد سن الأدنى أو الحد الأدنى للسن فيما يخص عمل الأطفال. ووقع محضر المصادقة وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه. والاتفاقية مشاهدين تحدد الحد الأدنى لسن الأطفال الملتحقين بسوق العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث ستلزم السعودية بموجبها أو ستلتزم بوضع حد أدنى لسن الاستخدام وهو 15 عاما أو العمل على أراضيها، ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذا السن للاستخدام أو للعمل في أي مهنة. إذا مشاهدينا هذا كان كل ما لدي من أخبار، لكن أذكركم طبعا بأننا مشاهدينا في يوم 28 من فبراير وفي مساء كل جمعة سنبدأ عرض مسلسل حياة خوات، وهو أول مسلسل اجتماعي من تلفزيون الواقع يعرض على مستوى الدول العربية. طبعا متابعة مشاهدينا مثل ما ذكرنا ابتداء من 28 من فبراير على شاشة LBC
7 بتوقيت السعودية. مشاهدينا فاصل ونستكمل فقرات سيدتي لليوم. خواتي ساجني مع اليهال، أي أسماء أكثر واحدة؟ الحين أنت بتطالعينها؟ برحبا أدي فاطمة الجام. أسماء وايد هادية. بسكم تستحملون على بعض؟ فاطمة ما حد يقدر يعتمد عليها، هي شخصيتها أحياناً وايد تحب تنتقد. أنت شنو بتسوين زين عقب ما تخرجي من الجامعة؟ أسماء من صغرها دائماً تخشش أشياء. نحلة عوزيني أعطيني هاي؟ شيء ما فني. يطلع ملاك قومي قومي ملاك خجولة. أنتوا مستأنسين إن أنا بام شيء؟ My just my other sister I love her but I have forgotten what it was like to live with her. Oh my god! في نهاية اليوم إحنا خوات، إحنا نحب بعض مهما صار بيننا، إن نقدر إحنا ننسي الأشياء اللي صارت والكلام اللي يجرح وإنه خلاص نواصل. حياة خوات قريبا على LBC. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها، شخصيتها وأيامها. سيدتي، عالمك في مجلة. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية.